ومشاهدينا سويانا المبدعة والرائعة تانية، حتى نشوف أيضا ونسمع منها شنو كانت مشاركة قبل كم يوم وعلى شنو حصلت. يسعد صباحك تانية، أهلا بيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. هلا ومرحبا. يسعد صباحك تانية، نورتينا طبعا، وإحنا فخورين بيك، وإن شاء الله راح تصلين العالمية مثل ما أنت تسمحين. إن شاء الله ناوية عليها. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. احكي لي أول شيء عن قصة تعلقك بالخيول، شو وقت بدأت وشلون صارت؟ هي حب الخيل من الطفولة، بس مرات انه ما تجيك فرصه، او مثلا يعني ما الظروف ما تسمح لك. انا وصلت له متاخره، بس الحمد لله يعني ماكو شيء متاخر. انه انا احب الخيل، الخيل شو انا اقول لك، اقدر اقول لك اياها عشان انا دائما اقولها. حب، اذا تعلقتي بالخيل مستحيل تتركيه، فاحس بالامان ويا الخيل. نعم. نعم. حلو. طيب يعني احنا اكيد كل واحد يمكن يحب انه هو الشغله اللي يحبها ويكون متعلق بها تصير مهنه الى بعدين. انت حبك وتعلقك بالخيول بعدين صارت لك ايضا مهنه، مو فقط هوايه وانه تحبين الخيول. شلون صار هذا الشيء؟ انا لانه احب الخيل هوايه ودائما اكون وياهم، يعني مو بس اروح واركب، لا يعني اروح انظفهم واوكلهم واغسلهم، يعني كل شيء اسويهم. بعدين قالوا ليش يعني انت ما طول تحبين، اكو بنات يعني مثلا عندنا احنا تدرين مجتمعات ما يريدون انه الولد يدربهم. فقلت ليش لا، ما طول اني احب الخيل واني دائما يعني يوميه متواجده بالنادي، ليش لا يعني اقدر اروح وادربهم، وصارت المهنه همينه. فاحلى مهنه طبعا. نعم. شنو كان شعورك من خلص يعني بديتي تدربين عليه بشكل يعني رسمي، انه تريدين تتعلمين الركوب على الخيل، شنو كان احساسك؟ ما انك انت هالقد تحبيهم. والله الاحساس ما اقدر اوصف لك اياها، لانه اللي ما يعيشها ما يعرف، حتى لو قلت لك اياها. صحيح. بس قلت لك انه يعطونا طاقه ايجابيه كلش هوايه. نعم. يعني ايش قد ما اني اكون تعبانه او مثلا زعلانه من شيء او شيء يعني مقهرني، بس اروح يمهم خلاص هم راح ياخذون الطاقه السلبيه اللي عندي، راح يعطوني اياها الايجابيه. فبما انه الشيء اللي يريح، يعني ماكو احد يستغنى عن الشيء اللي يريحه. صحيح. فالشيء اللي يسعدني اني اسعى له. نعم. طيب شنو هي يعني التدريبات اللي تسووها للاطفال حتى يتعلمون ركوب الخيل؟ وهم يعني يمكن هواي اطفال يحبون الحيوانات لما هم يكونون صغار، مثلا يقولون الاهل هم مثلا يريدون قطه او كلب بالبيت، حتى يمكن همين بعض الاهل يمكن ما يفكرون بهذا الشيء، ولكن احسهم ان هم يتعلمون مسؤوليه انه هم يخلوا له اكل، لازم يطلعوه برا مثلا شويه، ولازم يهتمون به وينظفوه، يعني هذا الشيء همين مهم للطفل انه هو بده ياخذ هذه المسؤوليه من هو صغير. بالنسبه للركوب الخيل يعني شلون يتم تعليمهم، وش قد الطفل همين يعني راح ياخذ اشياء ايجابيه؟ هو اي حيوان، هو اذا انت الطفل اوتيه عليه انه يعني شلون يحس بالمسؤوليه. نعم. اتجاه هالشيء، انه نعلمهم انه الحيوانات يعني ما نقدر ناذيهم. الخيل للاسف ما نقدر نربيه بالبيت، هذا الشيء اللي يحزننا. بس الاطفال نقدر نعودهم عليه يعني من عمر معين، فمرات يعني ناخذهم يعني يتعرفون على الخيل انه هذا هو الخيل. احنا عندنا بوني للاطفال اكثر شيء. ايه. الصغار يركبونه، فنتعود عليه شويه شويه. الامر الصغير يعني كلش انه لازم احد يعني يلزم الخيل ويروح وياهم، بس يروح منهم خوف. بس الاحسن شيء من اي عمر تبدون تعلموهم انه ممكن الطفل يتعلم؟ هو احسن شيء انا افضل من 9 للعشرة. يعني احنا عندنا مثلا يجيبون اطفال 7 سنين 8 سنين، هسه عندنا ما شاء الله 8 سنين مبدعه. بس لانه ايدهم كلش صغار يعني ما يقدرون. يعني تسيطرين على الخيل، الخيل انت ايش قد ما يكون انه فقير، بس مهما يكون هذا حيوان. يعني انه فجاه يخاف من شيء او ينهزم، اي فهي ما تقدر تمسكه. فبس اوكي من هم صغار يعني نعودهم شويه شويه عليه انه يروح منهم خوف، احد يقودهم يعني يمشيهم. بس بعدين من عمر من 9 سنين للعشرة يعني هاي نقدر نعتمد عليه، وهو بعدين يكون كل جزء. نعم. حلو. نعم. شنو هي المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها بفترة التدريب، أو شنو هي المخاطر اللي لازم نتجنبها بفترة التدريب؟ الخيل تدرين شنو هو، أنت حيوان كلش هادئ طبعا أول شيء. نعم. صح مرات أنه فجأة يعني يطلع منه شيء، بس لا إراديا. هاي الفجأة هاي المشكلة. إيه هاي. يعني بس إنه لازم نكون حذرين إحنا، يعني نفهمهم إنه من تروحين للخيل يعني تروحين أول شيء من قدام الخيل، إنه يعني تحطين إيدك على راسه
ويعني تحكين وياه لان هم يفتهمون كل شيء. فما نخليه، واحنا من نقول ما يروحون ورا الخيل انه هو الخيل ما يؤذي عن قصد الانسان، يعني هو دفاع عن النفس، كل عبالة خوف او شيء ممكن اي هو عباله اني يعني انت تروحين تاذي او تسوي له شيء فهو يدافع عن نفسه. الخيل يعني هو لازم مثلا الفارس من يروح او مثلا الطفل نفضل اللبس الفروسيه، واهم شيء اهم شيء فوق كل هاي الخوذه. يعني انه حتى الراس ما يتاذى، يعني مثلا اذا لا سامح الله توقعين انه ضرر يكون النص مو كامل. فهذا اهم شيء، واحنا يعني نعلمهم انه شلون يتعاملون ويا الخيل، شنو اللي يؤذي الخيل وشنو اللي يعني ما يؤذي الخيل، وانه يفرح الخيل. المهم يعني ما تروحين يم الخيل وانت مثلا عصبيه او تعيطين عليهم وهاي، لا. الخيل اني اقول مثل الطفل الصغير، شلون الطفل تربيه هو نفس الشيء، يعني لازم كلها بنعومه وهداوه. نعم. طيب تانية، احنا دائما يعني نسمع بهذه الجمله انه الخيل يتاثر بصاحبه او الشخص اللي اللي موجود يمه، يعني اذا مثلا كان مقهور او اذا كان متوتر او اذا كان خايف فالخيل راح يحس بنفس الشعور، هل هذا صحيح؟ صحيح، يعني اذا انت رايحه يمه وتخافين هو هم راح يخاف. واحنا عندنا مثلا الخيول، مثلا صاحبه متوفي الخيل يظل فتره كلش طويله يعني يبكي عليه، يعني يحس انه هو ما موجود. نعم. أي وإذا أنت تفرحين هو أكيد راح يفرح وياك، وشنو ما يعني تريدين هو راح يسوي لك إياها. نعم صحيح. وش وقت شنو هي المدة اللي مثلاً يحتاج الطفل حتى يتعلم ويتقن ركوب الخيل بشكل جيد؟ والله هذا يرجع على الشخص نفسه، يعني إذا كان طفل إذا كان كبير نفس الشيء. يعني عندنا إحنا مثلاً أطفال ما شاء الله عليهم، هما ما عندهم أطفال بشكل عام خوفهم قليل، يعني مو مثل الكبار، كبار يخافون أكثر. بس يرجع على لياقته هو، يعني إيش قد يعني يتحمل وهاي. إذا يعني نقدر ندربه فترة، ما أقدر أقول لك إياها بالضبط، بس مثلاً نجاوز الخوف وإنه شوية هاي يعني شهرين ثلاثة إيه. بس بشكل كامل هاي لا، يراد له فترة طويلة، لأن الفروسية مثل بحر كلش عميق. إذا واحد يعني يكون محترف يعني يريد يصير محترف إيش قد يراد له؟ لا سنة سنتين. لا لا اي هاي سنوات طويله، لان اقول لك الخيل مثل البحر، يعني كل يوم شيء جديد تتعلمين منه. يعني هو مو بس ركوب، هسه احنا مثلا اني هاي ركبت وخلصت، زين اريد شيء جديد. صح. عندنا قفز، بعد القفز شيء يعني همنا تغيير، عندنا قوس وسهم على الخيل، عندنا طعن، يعني هواي شغلات انه تقدرين تسويها بالفروسيه. نعم حلو. طيب تانية، الخيول الموجوده هي مخصصه للتدريب فقط، يعني بهذا المكان اللي حضرتك تروحي له او النادي، يعني هذول الخيول اللي موجوده هناك بس هم يعني موجودين حتى الناس تروح وتتدرب عليهم، لو انه ممكن يشاركون يعني بمسابقات، ويعني انه هم مو فقط للتدريب؟ لا، هي كل الانواع موجوده، احنا مخصصين بعض الخيول للتدريب، انه خيل هادئه وهم يقدرون، حتى لو مثلا احنا ما نمشيهم يقدرون يمشون نفسهم. واكو خيل لامال سباقات، مثلا عندنا الانجليزي يعني القفز، وعندنا عربي مثلا هم يسابقون بالقدره والتحمل وسباق السرعه. يعني احنا محددين هذا مثلا للمدرسه انه للتعليم، وهذا واكو بيهم الناس يعني عندها خيل مالتها ويجيبها عندنا يحطها بالنادي. حلو. نعم. تانية، سمعنا قبل كم يوم انت كان عندك رحله بدبي، احكي لنا عن تفاصيل هاي الرحله وشو كانت مشاركتك. من اروع ما مر بحياتي انه سمعت انه كابتن علي قرلوسي هو كابتني، مهما كنت اني كابتن واتدرب لازم يكون عندي كابتن همنا. قال لي اكو هيك، قلت له يعني اريد شيء جديد مثلا، يعني نعم. كافي انه اني قفزت واخذت شهاده تحكيم مال حكم الاتحادي لقفز الحواجز ببغداد، فاريد اتغير. كان يقول لي اكو شيء بامارات. فقلت له تمام، شنو هو موجود؟ كان يقول اكو بطوله القفز، وعلى هامش البطوله اكو دوره مال تدريب. قلت له تمام اروح. فقررت انه اروح، رحت. كانت بالعين، نادي عين الفروسيه، بطوله انه للقفز، بس يعني روعه روعه، التنظيم روعه، الخيول روعه، الفرسان ما شاء الله عليهم، واقل شيء يعني يقفزون 120 يعني متر و20، يعني شيء حلو حلو. فشاركت بالدوره
ومن ضمن يعني الدورة احنا لازم مثلا البطولة الموجودة لازم نروح نشوفها، يعني يقيمونا احنا نشوف الفرسان، شوف الخيل شنو الصح شنو الغلط، على هاي يعطونا الدرجات ويعطونا الشهادة. نعم. ما انسى فضل كابتن علي فاروق، هو مدير نادي عين الامارات، واللي دربنا واللي يعني سوانا الدورة، هو اشكره هواية يعني، شكرا لاستضافته الحلوة وشكرا لدعمه، صراحة ما قصر ويانا يعني، ايش قد ما اقول واشكره قليل. ف يعني كانت كلش حلوه صراحه. هو الثالث اللي هو حكم دولي ومصمم يعني ديزاين كورس، فهو همينا علي الدليمي، اني اشكرك كلش هوايه استاذ، شكرا لك، شكرا لدعمك وشكرا لتشجيعك، يعني افضالك علينا هوايه صراحه. اني من رحت هناك ما حسيت انه اني غريبه بيناتهم. نعم. صح هم عراقيين، بس حتى اللي كانوا موجودين من كل الدول العربية كانوا مشاركين، يعني ما قصروا. بس هذول ثلاثة وما شاء الله ثلاثتهم علي. يعني قلت لهم الاسم علي خير علي، انه ما قصروا وياي، بس كانت من الروائع صراحة. واني نشوف مشاركات بعد اكثر ان شاء الله. انا اول عراقية احصل على هاي الشهادة. صح عندنا مدربين معترفين. نعم. وعندنا يعني عندهم خبره ومهارات، بس كشهاده انا اول واحده حصلت عليها. هاي الشيء اللي يفرحني. احنا فخورين بيش. ثانيه ثانيه شنو الاشياء اللي تطمحي لها بالمستقبل؟ يعني انت مثل ما تقولين انه انت تقولين للمدرب انه انا اريد شيء جديد، دائما انه تحبين انه تطورين وتروحين لي قدام اكثر، شنو الشيء اللي انت تطمحي له؟ العالميه كمدربه وكحكم. ان شاء الله هالفتره راح يصير عندنا بطولات بالعراق ان شاء الله. نعم. واربيل بنادي اربيل طبعا. وبغداد نفس الشيء. اوكي اني كرديه عراقيه، يعني اني يفرحني الاثنين، يعني اني دا احاول واسعى انه شلون اوصل رسالتي لكل العالم انه فروسيه موجوده بالعراق وبكردستان. حلو. فان شاء الله احاول انه ارفع اسم بلدي اقليم كردستان والعراق، واكون عند حسن ظنهم اللي اعطوني هاي الثقه واعطوني هاي الشيء اللي شافوني انه استحقها. ان شاء الله انت تستحقيها. قبل لا نختم، قولي شنو نصيحتك للناس اللي حابين انه يبلشون بالتدريب على ركوب الخيل او حابين يصيرون فرسان، يعني اعطيهم انت نصيحتك، شنو اول نصيحه اللي لازم دائما ينتبهوا لها؟ النصيحة أهم شيء إنه ما تخافون. إيه. وأي شيء تجي قدامكم ما تسمعون، لأنه أنا سمعت هواية حكي وجاني حاجز هواية، بس أنا لازم مثل ما أنا خيالة لازم أطفر فوق الحواجز. نعم. يعني لازم أوصل لهدفي، أقدم لي قدام. نعم. يعوفون الخوف، والأهالي أتمنى يعني إذا عندهم بنات يحبون هاي الرياضة ليش لا، وأنا موجودة واللي أقدر عليه يعني ما أقصر وياهم، مثل ما أنا كنت أحب وأتعلم يكون احد يلزم ايدي يقول لي تعالي مثلا، هاي يعني حتى لو بكلمه يعني انه فادتني، اهم انا افيدهم. وان شاء الله اللي يريدونه يوصلوا له، يعني اتمنى والله صراحه. شكرا لكم اكثر شيء على وجودك اليوم ويانا، واحنا شكرا لكم. شكرا لكم، هذا بيتي الثاني، انا دائما اقول القناه دجله سباقه. شكرا لكم وشكرا لهاي الاستضافه. شكرا جزيلا.